إخوتي وأخواتي، الشيطان بيعمل عن طريق الضلالات، عن طريق التشكيك. وفعلا أول جملة قالها الله: وقال الله ليكن نور فكان نور. تعرفوا أنه الله كل عمله واضح مكشوف شفاف في النور، لأن الله نور لا ظلمة فيه البتة، وهو ساكن في نور لا يدنى منه. لكن أول جملة قالها الشيطان الحية القديمة، التنين، إبليس، الشرير، الشيطان المخادع، قال لحواء: أحقا قال الله؟ أحقا؟ هو منشوف عمل الضلال، ومنشوف عمل التشكيك، ومنشوف هون عمل فعلا ضلال بكل معنى الكلمة.